أهلا بحضراتكم. عدنا بعد هذا الفاصل. هو فاصل طويل شوية لكن كنا بنحتفل فيه مع زمايلنا اللي كانوا موجودين امبارح على مدخل كاتدرائية بلاد السيد المسيح بجموع الوافدين والمهنئين سواء من السادة الوزراء أو الفنانين والشخصيات العامة والنواب اللي حرصوا ان هم يقولوا لكاميرا الحياة اليوم انطباعاتهم وهم بيحضروا قداس عيد الميلاد في اليوم اللي وعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام بالتمام والكمال 7 يناير 2017 وعد الرئيس في كاتدرائية البرقوسية بالعباسية ان احنا هنحتفل بميلاد السيد المسيح في بدايات عام 2018 في الكاتدرائية وصدق الوعد. والحقيقة مش بس الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي صدق الوعد لكن في جيش الحقيقة جيش من العمال والفنيين والمهندسين والمشرفين والمنفذين هم كمان صدقوا وعدهم واعتقد ان هم وصلوا الليل بالنهار لحد ما الانجاز ده يتحقق في شهور قليلة جدا ونشوف المشهد الرائع اللي كلنا استمتعنا به في ليلة الميلاد بالامس. معايا 4 من هذا الجيش ولو كان الاستوديو يتسع كنت جبت الجيش كله الحقيقة لكن 4 دول يغنوا تماما وفيهم الكفاية والبركة. بحييهم وبهنيهم وبرحب بيهم في استوديو الحياة اليوم. مشرفاني طبعا ليديز فيرست ولا عندكم انا؟ لا طبعا. طيب. المهندسه مريان نبيل عطيه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اولا تسلم ايديكي. نمره 2 اهلا بيكي. نمره 3 كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب ميرسي. مشرفني ايضا مهندس انطونيو منير فوزي. بالظبط. تسلم ايديك كل سنه وانت طيب. اهلا بيك في استوديو الحياة اليوم. وحضرتك طيب ميرسي. شكرا جزيلا. مشرفنا ايضا المهندس جوزيف اليشع نظير. اهلا. كل سنة وانت طيب. تسلم إليك. وحضرتك طيب. والمهندس يونس مرعي أحمد. كل سنة وانت طيب. تسلم إليك. وتشرفني ومنور. ميرسي جدا. كل سنة وانت طيبين. طيب. ونيابة عن الشعب المصري كله مش بس الإخوة المسيحيين بقول لكم بجد شكرا جزيلا. إنجاز يحسب ليك ويحسب لكل فريق العمل اللي كان معاكم ويحسب كمان للإرادة المصرية إن إحنا لما بنعوز وبيبقى عندنا تحدي الحقيقة بنبقى قده 10 مرات كمان. بالظبط. قولي لي قصتك مع الكاتدرائية ابتدت ازاي؟ المشروع بدأ في فبراير تقريبا. كنا تعاقدنا مع 4 شركات استشارية كبار طبعا من أكبر شركات موجودة. تمام. درسوا المشروع وطلعوا لنا اللوح اللي هننفذها. احنا بدأنا ده في فبراير 2017. بالظبط كده. تمام. احنا استلمنا الارض في يناير على طول وقت ما السيد الرئيس قال استلمنا الارض وبدانا انتقلنا الى هناك يعني. كويس. المكاتب الاستشاريه درست الموضوع. المشروع كان كبير وضخم جدا. فالمكاتب الاستشاريه دي بعتت لنا اللوح. بعد كده بدانا احنا نجهزها ان احنا تبقى جاهزه للتنفيذ في السايت. انت حضرتك تخصصك ايه؟ انا مهندسه مكتب فني. اللي هو عامل ازاي؟ يعني باخد اللوح اللي بتجيلنا من الاستشاري دي انا برسمها بصوره اوضح. أوكي. بحيث ان مهندسين السايت يقدروا يشوفوها. انا بس بحاول ابسط للساده المشاهدين بس التخصصات لانه مش كلنا عارفين يعني ايه مهندس مكتب فني. انا طبعاً. عارف مهندس معماري، مهندس كهرباء، مهندس انشائي. فمهندس مكتب فني دي جديده عليا. لا هي يعني مهندس المكتب الفني ده بينقسم للمهندس المدني والمعماري والكهرباء والميكانيكا وكله. تمام. بس المهندس المكتب الفني ده شامل يعني. فبيجيلنا لوح من الاستشاري بنبسطها بنرسمها بطريقه ابسط وبنعمل حصر للحديد اللي بيتنفذ عشان نبعته للسايت يعني جاهز للتقطيع يعني هو يتقطع ويتنفذ يتركب على طول. تمام. مع اني مش فاهم يعني ايه يتقطع دي بس الحديد. يعني راعوا ان انا ادبي فيعني بلاش المعلومات الصعبه. طيب خلينا نروح للمهندس جوزيف واقول له البدايه برضو التحقق بالقصه امتى وتخصص حضرتك ايه؟ انا تخصصي مدني. ايوه كانت سهله والواضح عارفينه ده. بدايه في المشروع كانت من اول يوم بدانا فيه المشروع. استلمنا الارض في 5 فبراير. 5 فبراير. وبدانا زي ما قالت المهندسه مريان بدات المكاتب الاستشاريه تجهز لنا الرسومات. بس الموضوع يمكن اخذ وقت شويه عن بقيه الرسومات جات لنا. بدانا تنفيذ فعلي وصب اول عمود في الكنيسه تقريبا في شهر 6. شهر 6. يعني خدت حوالي 3-4 اشهر. التصميمات والرسومات. بالظبط كده. في الفترة دي احنا بدأنا كنا يعني موقع ده يصعب المسألة أكتر. يعني أنا فاهم إن أنتوا ابتديتوا عمل تنفيذي في فبراير. لا لا احنا استلمنا فعلا الأرض في فبراير. لا بس استلمتوا الأرض دي ما فيهاش مشكلة لكن أنا قصدي أول مسمار الدق. لا لا احنا كان في عندنا برضو مشكلة حضرتك إن احنا موقع الكنيسة كانت الأرض فيه واطية عن الطرق اللي حواليها في حدود 15 متر. فده كان يحتاج مننا يعني تقريبا عملنا ردم وإحلال في تقريبا بنتكلم في 500 ألف متر مكعب. يا نهار أبيض. فده اخذ مننا وقت جامد. طبعا انت هنا عشان تسوي التربه. بالظبط عشان اعمل تسويات واوصل لمنسوب التاسيس بتاع الكنيسه. ده تقريبا اخذ مننا في حدود 1.5 شهر 2.
كمان أوه. يعني يعتبر الوقت ده مخصوم من الوقت بتاع البناء. من وقت التنفيذ بالظبط كده اهو. يعني بس عشان الناس تبقى فاهمه انه من فبراير لحد مايو يونيو احنا كنا بنرسم وبنعمل لوحات ورسومات وكده وشغالين، ثم من شهر 6 لحد شهر 7 لا 12 ايه لغايه من شهر 6 ل 7 بتردم وبتسوي. لا احنا بدانا ردم صح حضرتك من شهر 2 يعني الردم من 2 بعد ما استلمنا الموقع على طول انت هم بيرسموا بيجهزوا الرسومات وانت بتردم وبتسوي. احنا بنردم لان كانت كميات كبيره قوي. لان بصراحه كمان كان 5 اشهر بقى كنت هسيب لكم الاستوديو وامشي كنت هقول هسيب لكم الاستوديو وامشي بجد. تمام. فداخل مننا وقت جامد. طبعا الرسومات بدات تيجي لنا في شهر 6 او في شهر اواخر 5 ايوه. بدانا التنفيذ والكلام زي يعني اول عمود تقريبا صبناه يوم 6/6. ممتاز. بعد كده بدانا بعد تسلسل الشغل العادي بدات الرسومات موجوده وبدانا نكمل تنفيذ باقي الكنيسه. يا باشمهندس اتفضل. امتى التحقت وتخصص حضرتك ايه؟ بس أنا بدايه كده تعرف الناس بحضراتكم ومجالاتكم وتخصصاتكم. طيب انا مهندس مدني مدير تنفيذ. ايوه. مع احنا مجموعه من المديرين التنفيذ حوالي 4 مديرين تنفيذ في في المشروع. بخلاف انا والمهندس جوزيف معانا المهندس جورج يحيى ومعانا مهندس تاني مهندس عماد امين. واحنا الاربعه التيم اللي شغالين مع بعضينا بالاضافه طبعا الى عندنا اثنين مديرين مشاريع يعني المهندس رجائي والمهندس شريف النارخ. وانا التحقت بدات في العمل بالظبط 14/8. انا جيت من بره، كنت جاي من بره من الخارج والتحقت بالشركه. تمام. 14/8 كنا لسه في اول بدايه صب اول سقف عندنا في الدور الارضي. فالبدايه بتاعتنا بقى من 14/8 المجهود بدا يزيد شويه تزايد شويه معانا، لان قالوا خلاص احنا هنبتدي لازم الصلاه هتتنفذ لازم نصلي. تمام. فبالتالي قلنا خلاص هنصلي. يعني انتوا بتم تكليفكم بالعمل ما كانش فيه كلام انه اشتغلوا ربنا يسهل لا 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 هتخلصوا في 12 لازم. من اول يوم الصلاه الصلاه هتتم في الكنيسه. صلاه هتصلى هنصلي فطبعا بضغط من القوات المسلحه. تحدي صعب. طبعا الهندسيه كمان معانا يوم بيوم ورانا على طول باستمرار. فبدأنا قلنا خلاص ننفذ الكنيسة من فوق الأول. ومع ذلك طبعا ما قدرناش. راح علي يعني ايه الكنيسة تنفذها من فوق؟ ما هو الكنيسة دورين، دور الأرضي والدور الأولي. مظبوط. فالكنيسة من فوق أكبر طبعا من المسطح اللي تحت، يعني المسطح اللي فوق 7500، المسطح اللي تحت حوالي 2500. فما قدرناش فوق طبعا لأن الوقت مش هيكفينا ومحتاجين ديزاين طبعا. والديزاين كمان صعب جدا. فقلنا خلاص هنلجأ. لا وكمان نقطة مهمة للسادة المشاهدين، انت مش بتعمل مجرد مبنو خلاص، انت بتعمل كاتدرائيه على اعلى مستوى لدرجه البابا صورس امبارح قال لك انها يعني توازي كنيسه المهد. في هو بيت لحم طبعا. هو صرح ارتفاع القبه 40 متر طبعا. فلجأنا بقى للموضوع تاني، قلنا خلاص توقفنا بقى، قلنا لازم ننفذ الكنيسه من ايه من الدور فوق. الدور الارضي بقى، لان الدور اللي فوق هننفذ عادي. ابتديته من فوق خلاص لان احنا مش هنقدر خلاص، الموضوع صعب جدا، فهنبدا ننفذ الكنيسه من تحت، لازم هي اللي هتصلى فيها تحت. قلنا خلاص بقى. فبدانا بقى الضخ كله من شهر 10 لحد ما سلمنا الكنيسه، هي دي المشكله كلها، ان انت ازاي في خلال 3 شهور تنفذ 2500 بالتشطيب. هو ده اللي كان معسكر بقى. 10/11/12 ده كان 24 ساعه شغل، ما حدش بيمشي من مدير المشروع لحد العامل تحت، ما حدش يقدر يمشي. فطبعا بالتالي لحد ما وصلنا للموقف طبعا المشرف امام الناس كلها يعني. ايه الاول انطونيو دي يعني؟ سيبك بقى من مهندس ومش مهندس يعني هتكلم في انطونيو ايه ده، حسسني انه جاي من الرومان. انطونيو نسبه القديس يعني، عندنا اسمه انطونيوس. انطونيوس انت اسمك في البطاقه ايه؟ انطونيو ايطالي. انطونيو مش انطونيوس. لا مش انطونيوس. تمام. انت منين يا انطونيو؟ انا من الهرم. من الهرم؟ لا العيله يعني. مفيش حد مولود في الهرم يعني، جاي من حته على الفيوم. من الفيوم. اجدع ناس. جنب الهرم يعني مش بعيد بالظبط. تمام. تخصصك ايه يا طارق؟ انا مهندس تخطيط. كويس. مهندس تخطيط عشان الناس تبقى فاهمه، هو اهم حاجه عنده حاجتين رئيسيين. اول حاجه بيبقى عنده البرنامج الزمني، بنحط التارجت اللي احنا عايزين نوصل له اللي هو كان وعد الرئيس ان احنا في صلاه هتتم في العاصمه الاداريه. وبنحط عليه احنا هنعمل ايه بقى. عندنا مثلا كان عندنا حوالي 200 عمود في الدور الارضي، والدور الاول كان عندنا عدد العمود بيقل لانه في مسطح كبير بيبقى متغطي بفولتس. فعدد العمود فولتس زي القبو، زي قبو كده الشكل اللي هو بيبقى دائري كده. السقف بيبقى دائري. تمام. فده بيقلل العواميد شويه.
ده ما يبقاش فيه عواميد في النص، ده بيشيل نفسه. حلو. من غير عمدة. ففوق حوالي 144 عمود، فاحنا بنحط تقريبا، يعني انا بشرح ببساطه، ان بنحط اللي احنا عايزين نعمله في الوقت اللي احنا عايزين نخلص فيه، وبنشوف كل اسبوع مطلوب مننا ايه عشان يبقى عندنا تارجتس، ان احنا طب احنا اول اسبوع خلصنا اللي علينا ولا احنا كده ممكن نتاخر كل يوم. احنا يا سنه، السنه دي المفروض اصلا كانت تبقى 4-5 سنين كادريات بتستعمل في وقت كبير جدا. فقصه السنه دي كان مثلا اول اسبوع كان عندنا مثلا احنا نصب 16 عمود، بنشوف بقى بعد اول اسبوع خلصنا 16 عمود ولا اتاخرنا، في عمودين ما صبوش، طب العمودين دول هيترحلوا اسبوع لبعده، هل عايزين موارد اكتر، عايزين طرق انشائيه مختلفه عشان نسرع. هي القصه دي ان احنا متابعه البرنامج الزمني عشان نعرف نوصل للتارجت النهائي اللي هو الصلاه كانت في القداس. تمام. والموارد، ان احنا بنشوف الموارد اللي موجوده تسمح بتطبيق ده، الطرق الكونستراكشن، طرق التنفيذ هل تسمح بده ولا لا. بنعمل في النص كده زي، وانتوا بتعملوا كل ده بالتوازي، يعني انتوا بتدرسوا وبتتابعوا مع العمل شغال. الدراسه بالظبط. هو ده المفروض اللي بيحصل ولا العادي لما بيكون مريحين في الوقت بنعمل المرحله دي الاول وبعدين ننفذ؟ لا، هو الطبيعي بشكل اسبوعي بيتم مراجعه الموارد دي، كمان بيبقى عندنا ريتس ليها، يعني مثلا النجار المفروض يعمل كام متر مسطح في اليوم، الحداد يعمل، فاحنا كل اسبوع ما احنا ممكن نكون ماشيين بسرعه بس بكوست او ثمن غالي جدا. صحيح. فاحنا هي دي الحاجتين بيعملوهم مهندس تخطيط، بيشوف هل الريتس دي ماشيه كويس، المعدلات دي ماشيه بشكل منتظم وكويس ولا. يعني انت بتشوف معدلات العمل والسرعه والتكلفه والتوقيتات. مهندس التكلفه ده مهندس تاني، انما انا ليا بالمعدل كويس، وهنخلص ولا مش هنخلص. طيب لو احنا مش هنخلص، لا هو وعد الرئيس لازم يتنفذ، فاحنا بنشوف طرق تانية. جينا في النص احنا اتاخرنا بسبب ان مشروع كبير جدا ضخم، بيبقى فيه ديزاين كبير جدا، مشروع طبعا من اكبر قدرات في الشرق الاوسط، فالتفاصيل بتاعته غير طبيعيه. احتاج 6 شهور دراسه، فست شهور اتاكلوا من السنه واحنا لسه ما ابتديناش. صحيح. فكان محتاج ان احنا نشوف طرق تانية بديله تتحاول تسرع، زي السليب فورمز دي. السليب فورمز دي اللي هي شدات منزلقه، دي بتاخد تلت الوقت في الانشاء بتاعت المنارات اللي هي ارتفاعها 65 متر. استخدمنا التراسات دي بتبقى زي قمر حديد بيستخدم في الفولت كده، بيشيل نفسه، ده بيستهلك تقريبا نص الوقت بتاع شدات التبريد. تشوفوا على تطوروا على افكار وحلول تقلل الوقت وتسرع المعدل بتاع الانجاز. ممتاز. طيب هنروح لفاصل، احنا اتعرفنا على المهندسين المحترمين اللي معايا وتخصصاتهم وبدايه التحقق، نروح لفاصل، بعد الفاصل يرجعوا يشرحوا لنا المشهد المعماري الرائع اللي احنا شفناه ده مكون من ايه ومعمول من ايه وهندسيا عامل ازاي وانطباع كل واحد في المشاركه في هذا الانجاز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. خلوني ابدا كلامي بعد الفاصل مع المهندسه مريان واسالها تشرح لنا بقى البنى اللي احنا شفناه ده مكون من ايه، كم عمود، كم ردها، يعني الحاجات بقى الانشائيه. 140 سالني انا وانا اقول لك. هو المشروع ابتدى معانا، انا ممكن احكي لك من الاول، يعني يا ريت. المشروع في الاول طبعا زي ما المهندس جوزيف قال ان هي ردمنا وعملنا احلال للتربه والكلام ده كله، بعد كده عملنا لبشه. بعد اللبشه حطينا قواعد منفصله اللي بتحط عليها بعد كده العمود الهندسي. كان في عندي 140 عمود او اكتر، حاجه بسيطه. بعدين صبينا السقف اللي فوق اللي هو بيسموه السقف الارضي. وبعد كده بدانا نطلع بالعمدان تاني عشان نركب التراسات اللي المهندس انطونيو قال عليها. كويس. احنا كابتكار التراس ده كان فكره جديده جدا ان احنا نبتدي بيها بحيث ان نسرع في الوقت. دي فكره انا ما شفتهاش قبل كده، وبالتالي مش منتشره اصلا. عشان بعد كده دي بتبقى زي الشده الاساسيه اللي هيركب بعد كده فوقيها لسه خرسانه وتتصب برده حديد واساسات وكده. ممتاز. بس طبعا امنه جدا, جداً. طبعا الشده اسمها ايه؟ تراسز. تراسات. تراسات. قمر حديد. تمام. بالعربي يعني. تمام ممتاز. التراسات دي يعني مكانها فين في الهيكل اللي احنا شايفينه ده؟ هي بص حضرتك، لو الرسمه المنظر هيكل قدامنا. هيكل الكنيسه. اللي هو واخد الطول الكنيسه مش العرض، واخد بطول الكنيسه. بطول الكنيسه. هتلاقي قبب بالدوران دي كامله كده. كل القبب دي الفولتس دي كلها معموله تراسس من جوه.
ممتاز. التراس ده من جوه هو بياخد من العمود للعمود، دي حوالي 40 متر طولي. فطبعا ما كانش ينفع يتشد عليه شده كامله. فلازم نعمل تراس. التراس ده بيخلي يوفر علينا شده خالص من تحت، فبيخلي الحديد كان الحديد فوق، وانت بعد كده بتبتدي تركب النجاره بتاعتنا، وبعد كده بنبتدي نشد الحديد، بعد كده نشد السقف بتاعتنا. هو المنظر المنظر اللي باين ورا ده ده كله تراس، كل ده تراس، كل ده بالعرض ده. بالظبط. كل اللي ادات الالوان الاضاءه العرضيه اللي تعتبر عرض الكنيسه، كل ده في الاتجاه الطويل. الاتجاه الطويل، الاتجاه الطويل هو ده اللي يعتبر ترصاد بالعرض كله. هو ده كل ترصاد بالعرض نفسه. فالعرض كله حوالي 40 متر 45 متر. دي زي الشدات، زي كانها شده بالظبط، كانها شده معدنيه بالكامل مشدوده. دي بس من تحتيك فوق، حل الشده المعدنيه بالزبط. بتوفر وقت بالظبط كده، وتكلفتها اقل، وفي نفس الوقت بتديني سامحيه ان انا تحت يبقى في حركه تحت. امال ما بتستخدمش كتير ليه طالما احسن واوفر؟ غاليه جدا. طبعا غاليه جدا، بتوفر وقت بس. بتوفر وقت. وهندسيه متقدمه اكتر، لكن هي طبعا تكلفتها غاليه. تكلفتها اغلى بكتير. بكتير. فعشان كده ما بتستخدمش بشيوع عادي يعني. طبعا في العادي في المتاح لا طبعا. صحيح. طيب الطراز اللي اتعملت بيه ده طراز يعني اسمه ايه، او نوعه ايه، او شكله ايه برضو عشان الناس تبقى فاهمه؟ الطراز اللي اتعملت عليه الكنيسه، الكنيسه اتعملت على شكل صليب. احنا عندنا الكنائس بتبقى عادة على ثلاث اشكال. ايوه. اما صليب او على شكل سفينة او على شكل دايرة. هما دول الثلاث اشكال المتعارف عليهم. المتعارف عليهم في التراث القبطي بتنشأ عليهم الكنيسة يعني. سفينة. سفينة. او دايرة. او دايرة او صليب. عندك معلومة ليه ولا؟ سفينة. يعني الصليب انا الحاجة الوحيدة اللي عارفها ليه. سفينة ودايرة مش عارف. سفينة بترمز لسفينة نوح. كويس. اللي انقذت الناس في ايام الطوفان. أي. في العهد القديم. تمام. دايره بترمز للسيد المسيح، ملوش بدايه ولا نهايه. اوكي. الصليب طبعا معروف، طبعا معروف. الصليب اللي صلب عليه السيد المسيح. مفهوم. فهي دي الثلاث اشكال اللي اي كنيسه بيتم بناء الطراز المعماري بتاعها عليها. بالظبط كده. هنا تم الاستقرار على انها تكون شكل صليب. بالظبط، شكل الكاتدرائيه بتاعتنا على شكل صليب. الصليب تشوفه منين؟ معلش يا رائد، هات لنا الصوره الكبيره من فوق. الصليب تشوفه من فوق. تشوفه من فوق بالطياره. كابلين. ايوه بالظبط. شوفوا بلان. لو عندنا صوره فوقيه لل تربو، ايه اروح على التربو. هات لنا. هي طبعا مش هتبان قوي يعني، بس من فوق اكتر لما تطلع بزاويه انجل اعلى شويه. فوق خالص هتبقى من فوق. هنا بقى بتتكلم على انها من اخرها عريضه اللي فيها ال طويله اللي هي دي الصليب. الصوره دي يمكن نوضحها شويه. ايه دي شويه قريبه يعني دي الجزء اللي ورا اللي هو الابو ده اهو. ده يعتبر جسم الكنيسه. تمام. هنلاقي قبه في النص. مظبوط. اللي هي الاضاءه عليها دي. ايوه. وجنبين مشكلين شكل الصليب اللي هم زي الجناحين. زي الجناحين. وقدام بتبقى منطقه الهياكل والمسبح، دي بيعتبر راس الصليب يعني. ده كل ده بيحدد جسم الصليب. فمن فوق كانك شايف صليب. بالظبط. تمام. طيب الطراز ده بيستدعي بقى شكل انشائي وشكل معماري معين، يعني يقول لي بقى من جوه عامل ازاي كمان انشائيا ومعماريا. لا يعني دلوقتي الشكل اللي انتوا استقريتوا ان هو ده الرسومات خلاص. اكيد. تمام. بتبتدوا تعملوا ايه غير بخلاف السقف؟ اتكلمتوني عن الشدات اسمها التراسات. صح. صح. ابتديتوا باني جزء بقى على الارض؟ لا، هو ما كانش في وقت ان احنا نبتدي باي جزء. احنا يعني شغالين كل الاجزاء. احنا زي ما قال الباشمهندس يونس، اربع مديرين تنفيذيين. كل مدير خد قطاع اشتغل عليه بالاستاف بتاعه. شغال بشدته بناسه فترتين صباحيه ومسائيه، 12 ساعه شغل. يعني ما ابتدتش بفكره انه هنا نبدا بالجزء ده وبعدين نخلص في الجزء ده وبعدين الديل اللي فيه. لو عملنا كده مش هننتهي. لو عملنا كده مش هننتهي. ايوه، بس ده انت بتتكلم على فعلا جيش من العمال والفنيين والتنفيذيين بالكامل. المشروع لو بنتكلم على كام؟ 3000 مثلا. 3000 عامل تقريبا. ثلاث شركات اللي شغالين في ديلي يوميا. شغالين يوميا بشكل 24 ساعه، حتى يوم الجمعه اشتغلناها. حتى يوم الجمعه. في ذلك الجمعه و24 ساعه مفيش اي اجازات. شفتين 12 ساعه شيفت، من الساعه 7 بيسلموا شيفت المسائي بتقارير يكملوا باقي الشغل. يا خبر ابيض. يعني انا بحاول اتخيل معاكم الحجم الشغل اللي اتعمل ده. طيب مرحلة التشطيب، في تشطيب بقى دهانات وارضيات وبتاع، خلاص بنينا دي، ابتدت امتى مرحلة التشطيب؟ مرحلة التشطيب تقريبا بدأنا كده فيها 15/11. بدأنا نقول هنشطب الكنيسة من تحت 15/11.
15/11 شهر هو بالظبط شهر. هو الجزء اللي فوق لسه فاضل الفينيشنج فيه، لسه فاضل لا الخرسانات وفينيش طبعا. انا عايز اقول لسه في جزء خرسانات فوق كتير، لان احنا عملنا الهيكل بس، تمام الهيكل الحديد بس تمام. لكن انتوا كان الهدف هو تجهيز الدور الارضي، الدور الارضي لاقامه القداس، لاقامه القداس بالكامل. هي دي النقطه المهمه، ان في ناس فاكره ان يعني المنظر برده ما كانش واسع قوي، السقف كان واطي شويه، دي حاجه مؤقته عشان الكنيسه تفتتح، لكن المنظر اللي في الاخر هيبقى حاجه تفوق اي كنيسه في العالم. يعني هيبقى شكل يعني لما نشال بقى السقف اللي هو لما البينور ده كله، ده لما يتصب ويخلص وتشطيبات من اعلى يعني من احلى حاجه، يعني دايما بيختاروا احلى رخام، احسن رخام، احسن تشطيبات، الخشب كله خشب ارو، كل حاجه هتبقى على مستوى الكنيسه في الاخر، هتبقى حاجه يعني سيت اوف ارت كده يعني في وسط العاصمه، هتبقى مميزه جدا. صح جدا. بس كمان متهيألي الشغل في العاصمة الإدارية، وطبعا هي مسافة بعيدة شوية عن العمران وعن أقرب حتة عمار شوية، ده كمان كان بيزود التحدي والصعوبة. هو شركتنا كانت موفرة لنا وسائل راحة كتير جدا، كان في ترانسبورتيشن بيودينا من عند البيت لحد الشغل وبيروحنا. طبعا لأن المكان بعيد. دي نقطة مهمة، لأن أنا كنت بقول فعلا 3000 شخص سواء من مهندس أو فني أو استشاري أو عامل كل يوم بينتقل، كل يوم رايحين جايين. ليه بس كده؟ ده كانوا لل 3000 عامل أو دولة كان موفر لهم سكن. و طبعا كان في سكن في الموقع نفسه، وكان في سكن في مدينه بدر. مدينه بدر قريبه جدا من المشروع، فكان موفرنا. هي دي بقى يعني اللي معني بيها، اللي هي بيسموها اللوجيستكس، الحاجات اللوجستيه. شفت اللوجيستكس دي؟ لا ما جامد انا. الحاجات اللوجستيه اللي هي مكملات العمل، حاجات اللي بتساعد على يعني تجهيز العمل وانجازه بالشكل الكامل. لان انا طول الوقت لو انا بدير الجيش ده هيبقى عندي صعوبه في الاعاشه وفي الانتقالات، خصوصا ان انا مش بعمل كاتدرائيه او كنيسه في مصر الجديده ولا في الزيتون ولا كذا، انا بعملها تقريبا دلوقتي في الصحراء. يعني لسه لحد ما العاصمه الاداريه العمران يمتد اليها بشكل كامل، وهي العاصمه الاداريه نفسها لسه فيها حاجات كتير تحت الانشاء. فانت بتتكلم على صعوبه الانتقال وصعوبه العمل في الاجواء الصعبه دي. انت محتاج مش عارف يعني، انت لو بتعمل هنا عند عايز مسمار ربع لينيا مش عارف ايه كذا، هتروح تجيبه كذا. في العاصمه الاداريه لازم كل معداتك يعني متواجده. التجهيز ده كلمني انا باشمهندس صعب، فكره ان انت تبقى بتشتغل في حته عوامل الصعوبه فيها كمان عاليه، ده بيزود التحدي. هي دي برضو فندم دي نقطه احنا فكرنا فيها من اول المشروع، ان احنا عايزين نخلي العمال في مكان قريب من الكنيسه. الهيئه الهندسيه ساعدتنا في الموضوع ده، ادتنا قطعه ارض جنب الكنيسه، عملنا فيها كامب للعمال، جبنا كرفانات مكيفه، جهزنا الكامب ده بكل وسائل الإعاشة. يعني تقريبا كان عندنا 400 عامل يوميا قاعدين جنب الكنيسة. يعني بينهم وبين الكنيسة مفيش 5 دقايق عشان نسهل قصة الترانسبورتيشن والانتقالات ليهم. دي مهمة جدا جدا، دي نقطة برضو كانت مهمة ان احنا بدأنا بيها في الأول. صحيح. هل جت لحظة من اللحظات وبلغتوا القيادات كده انه لا مش هنلحق، لا مش هنقدر؟ ده حصل، ده حقيقي كتير. احنا كتير بتوصل بينا مرحلة استحالة. يعني احنا كل ما نيجي نتخيل يا باشمهندس استحالة نوصل للمرحلة دي، قال لك هنوصل. يا سلام. في معانا طبعا لو مدير عام القطاع المهندس عمرو كامل، قال لك هنصلي الموضوع ده منتهي. هو يعني قفل لكم باب خط الرجعه. حصل موقف، ما حدش يقعد يتناقش معاه في الموضوع ده تاني، انتهى النقاش. بنعمل اجتماع اسبوعي يوم الاربعاء مع ست اللي هو ايهاب الفار مدير اداره الاشغال العسكريه. بيتابع معانا الموضوع طبعا الهيئه الهندسيه للقطاع المهندس معانا كل يوم، بس ده كان الاجتماع اللي بنراجع فيه الاسبوع اللي فات عملنا ايه وهنعمل ايه الاسبوع اللي جاي. كويس. فجيت في يوم تقريبا 16/11، انا مش فاكر بالظبط كان يعني ممكن يوم ايه، بس هو كان في الاجتماع قلنا له، انا طلعت كنت بعمل برزنتيشن بنشوف بقول البروجرس قد ايه، خلصنا قد ايه وكده. قلت له احنا خلاص احنا فاضل شهر والمفروض هنسلم الموقع وخلاص. قلت له الموضوع ما بقاش صعب زي الاول، الموضوع بقى قرب، يعني قرب يبقى استحاله ان احنا نصلي. فسيادة اللي هو قال لي انا مش عايز اسمع الكلمه دي، احنا هنخلص، يعني هنخلص باي طريقه باي شكل هنخلص. الكلمه دي كانت الكلمه اللي جوايا دي كانت يعني ده شعور الناس، بس ما كانش يعني ان حد يقول الكلمه صعب. لا ما حدش قادر يعبر. بعد ما قلناها فعلا اتقالت، احنا هنخلص يعني هنخلص. الروح بتاعه القوات المسلحه الصراحه بقت في كل واحد فينا. المساعده يعني احنا عايزين ونش 500 طن كان الجيش بيجيبها لنا في نفس اليوم. الونش 500 طن ده عشان تجيبه اصلا محتاج مثلا ترتب عليه من قبلها ب 20 يوم. في نفس اليوم كان بيجي لنا الونش. المشروع كان كل القيادات مهتمه بيه جدا بشكل اسبوعي.
ده طبعا ساعد جدا. لكن انتوا جالكوا كذا مره في النص احساس انه مش هنلحق خلاص خلاص, خلاص ما يقدر بالزبط. على القدره الا القادر يعني هنعمل ايه هنعمل ايه طيب مش هنلحق بس الحقيقه لحقتوا. هو بالزبط. انا عايز اقول حاجه يعني معناها كان في سن الدلع بقى انا ولا دي يا انطونيو؟ لا سنه قلق احساس قلق انه احتمال انه اللي مطلوب برضو حاجه غير طبيعيه يعني في اخر شهر الضغط والقوات بصراحه ساعدتنا جدا في الفتره دي بس هي الحقيقه لازم نعترف ان الروح اللي موجوده عند القوات المسلحه في الحكايه دي بالظبط هي دي حاجه لازم تدرس في فكره انه مفيش حاجه اسمها مستحيل لان لو انا حطيت كلمه ان في مستحيل بالزبط. انا هبدا احط لنفسي الاعذار بالظبط طب ما خلاص ايه المشكله بقى نقول ان احنا مش هنلحق وناجلها للسنه اللي بعديها ده غير نعمه ربنا وبركته يعني ان هي تمشي طبعا ربنا موجود في كل الاحوال وبركته موجود في كل الاحوال بس هي بيساعد اللي بيشتغل عنده تحدي واراده بالظبط مش كده انت قستي برضه في لحظه كده او حسيتي بالقلق انا ماليش دعوه بالبلاننج اللي هو بيقولوا ده خالص انا بيقولوا لي ارسمي برسم بس هي شغاله تصميمات وبرسم وخلاص لا انا برسم لوح وبنفذ السايد كده بس لكن انا كنت متابعه طبعا اكيد كنت متابعه وفعلا جات لي فتره يئست جدا من احنا فعلا نلحق نخلص اللي شايفه الدنيا بتمشي برتم معين فجاه لقيت كل حاجه بتمشي اسرع 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 وده برضو بيرجع للتسهيلات اللي كنا بنقابلها من المديرنا ومن الجيش وكده غير طبعا اهم حاجه كنت ملاحظاها جدا في المشروع ده التيم ورك كان حلو قوي كانت كل الناس بتبقى عايزه تدي عايزه تساعد كل واحد شغال من قلبه حاسس ان هو بيشتغل في مشروع قومي كل حاجه كانت حلوه انا كنت مبسوطه في المشروع ده جدا صراحه اهم لحظه في الشهور اللي فاتت لما حصلت حسيت انه لا ان شاء الله هنلحق هنخلص اهو الدنيا ابتدت تنور يعني من ساعه ما اخذنا القرار ان احنا هنصلي في الكنيسه اللي تحت يعني بعد ما كنا ضاغطين كلنا في الكنيسه اللي فوق وبدات ملامح الكنيسه تظهر وجه قرار لا يعني لقينا ان فوق الدنيا صعب صعبة الوقت زان علينا المساحه كمان انت بتقول قد ايه 2000 وشويه 2500 متر تحت لا كبير لا فوق 7.5 انا بقول لك 2500 تحت 7.5 فوق يعني 3 اضعاف استحاله صعب قوي قوي يعني انت كنت محتاج المجهود ده يتضاعف في 3 كمان عشان تخلص الدور اللي فوق كان حاجه يعني فلما اتخذ القرار ان احنا هنصلي تحت بقيت الامور يعني بدا نور امل كده يظهر ان احنا هنقدر نخلص تحت باذن الله هديته وتفائلت وفعلا الحمد لله ربنا قدرنا وصلينا تحت امتى اللحظه اللي قلت لا خلاص هنجيبها لا هنجيبها دي كان بالظبط في حوالي 20/12 كنا خلاص ياه 20/12 كل ده كان قلق احنا بالظبط احنا فوقنا يعني في حدود 25/12 30/12 بدانا نقول احنا كده لا 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 احنا كده امان لان احنا كنا بنصب خرسانه وبنشطب يعني شركه التشطيب كانت معانا شركه ايوبكو كانت شغاله معانا تشطيب واحنا بنصب خرسانه بنصب ارضيه خرسانه فانت شغال خرسانه وناس بتشيل من وراك وبعد كده ناس عايزه تشطب اللي انا بتعلمه انه وقت التشطيب ما ينفعش يبقى فيه شغل ده لازم عشان هيبوظ التشطيب لا لا لازم افتح لنفسك مكان تاني تطلع منه العده افتح لنفسك مكان تاني تشتغل افتح لنفسك مكان تاني تبدا تدخل منه العده عشان تشطب لحد اخر لحظه احنا كنا لحد بالظبط 5/1 كنا شغالين كويس شغالين يا نهار ابيض اصل حضرتك بتتكلم في وعد رئاسي وعد رئاسي ده يعني كلمه الرئيس قالها هتتنفذ فالموضوع ما فيهوش مناقشه طب الاسبوع الجاي كمان لازم نعترف انه القصه مش بس المبنى والتشطيب لا ده كمان وانا بتابع امبارح المشهد المحيط بتاع الكنيسه كمان بالسور بالمدخل بالمش يعني الدنيا تحس ان انتوا ايه مخلصين من 3 4 اشهر وبتزوقوا بقى وبتلمعوا وحاجات لطيفه يعني قال ايه ناس فاضيين قوي والله لما تبص يعني بص عربيه سياده الرئيس وهي داخله امبارح لا المكان ممهد كويس والسور محطوط شكل حلو وفي ورد وبتاع اللي هو امتى الكلام ده حصل ده اخر 20 يوم اخر 20 يوم شركه مسؤوله عن اسمها شركه وادي دجله اكبر شركات اللاندسكيب في مصر اشتغلت على اللاندسكيبنج شركه تشطيبات شركه ايوبكو برضو كل شركه جابت اخرها يعني الورد ده اتحط يوم السبت الصبح يوم السبت الصبح السبت الصبح يوم السبت الصبح امبارح الصبح الصبح كان بيتحط الورد لسه بيتحط انا بصراحه لا يا متخيل مش بس حجم الانجاز متخيل حجم القلق اللي جوه وكل واحد فيكم انه ذرة صغيرة أو تفصيلة صغيرة تبوظ كل الشغل اللي انتوا عملتوه على مدار شهور طويلة يعني احنا احيانا ما كنا بنقعد اكتر من 12 ساعة يعني كنا 7 لازم نكون متواجدين في العمل الصبح مش خلصتي ورسمتي وخلصتي لا لسه ورانا حاجات كتير جدا لا هو خطأ فرد طبعا بيغير طبعا انت بتتكلم عن المنظومة بتاعت اللي هي زي خلية النحل دي تفصيله واحده تقع تبوظ كل الجهد اللي حصل على مدار ال 12 شهر ده برضو يعني يؤكد ان احنا كلنا كنا متعاونين ان احنا نوصل للهدف ده ولازم كمان نعترف ان الاداره هنا كانت اداره محترمه جدا بالزبط. اللي تعرف تنسق ما بين الجهات دي كلها ان يبقى في شركه تشطيب
شركه مقاولات وشركه تشغيلات وشركه لاندسكيب وشركه مش عارف ايه وناس بتحط الورد وناس كذا وكله شغال وما فيش حد بيبوظ شغل حد بالظبط. والديزاينات احنا الورد اصلا بهتم بالورد خدت بالي احنا ديزاينات لحد شهر 12 كان بيجي لنا ديزاينات. يعني انا اقصد حضرتك انه حتى المكاتب الاستشاريه في نفس الوقت شغاله فكله شغال في نفس الوقت. ناخد اللوحه من هنا نشتغل عليها مش لازم ابروف قوي نشتغل وبعد كده ان شاء الله يعني يحلها حلال. بركه ربنا هي اللي هتحل. ايوه صحيح. لا بصراحه يعني انا منبهر بالشكل وانه مع اللهوجه والسرعه في دقه. طبعا يعني في لهوجه كنترول عاليه بس في فرق ما بين اللهوجه والكلفته. انتوا كنتوا متلهوجين بس ما حدش يسلق ولا يكلفت ولا يعمل مش عارف ايه زي ما قلت حضرتك خشب قرو التشطيبات على اعلى مستوى شركه فيليبس اللي عامله الاضاءه يعني كل حاجه على اعلى مستوى اعلى شركات في مصر كانت تمام. يعني انا بنتكلم على سرعه ودقة مع دقة جدا معنا كواليتي كنترول القسم عندنا ده المهندس مصطفى عبد العظيم معانا بارك الله فيه بصراحه الامانه ده معانا كواليتي باستمرار ده بيتابع الجوده بتاعت المشروع ومعانا كل ده معانا مهندس طبعا مكتب محرم مخوم ده الاستشاري بتاع المشروع برضو معانا مهندس جوزيف يعني حاجه ممتازه جدا يعني ناس متفاهمين بس في نفس الوقت مش تطلع بره نطاق الجوده بتاعت الشغل صحيح. لازم الشغل تتم يعني في الاخر برضو هو المنظر هيبان صح مليون في المية. يعني في نقطه انا الحقيقه ما بحبش اتكلم فيها قوي بس في هنا لازم اتكلم فيها وهي فكره انه احنا بنعمل الكاتدرائيه وما تعرفش مين مسلم ومين مسيحي بيبنيها والحقيقه لازم نعترف بده يعني انه بتعمل كاتدرائيه جنب المسجد فالطبيعي الطبيعي المسلم يقول لك انا شارك في بناء المسجد والمسيحي يقول لك انا شارك في الكنيسة لا انا قصدي في اي بلد تانية في العالم طبعا يحصل كده لا 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 الا في مصر هو في الحقيقه ما كناش شايفين لا ده ولا ده هو في الحقيقه احنا كنا عايزين واحد بوزي الشغل في العاصمه حاجه ضخمه جدا مشاريع بكميه مشاريع كبيره جدا احنا برلمان مجلس وزراء وزاره الدفاع غير مشاعر السفارات وحاجات كتير جدا احنا عشان نجيب اصلا الناس ايا كان ديانتهم كان حاجه في منتهى الصعوبه كان حاجه في منتهى الصعوبه رغم ان كل حاجه متوفره كان بات لا عندك حق بس انا بتكلم على الملمح ده لان انا شفته في بلاد اخرى وهي فكره انه في مسجد مثلا مش مهم اقول العاصمه ايه انا كنت حاضر القصه دي في عاصمه اوروبيه وكان مسجد ففي جاليات وبتاع قال لك لا المسلمين بس هم اللي يبنوه وفي مش عارف كنيسه بني يقول لك ابناء المسيح تبني بس لكن الحقيقه هنا المسجد بيبنيه مسيحيين ومسلمين والكنيسة أو الكاتدرائية بيبنيه من المسلمين ومسيحيين فالحقيقة الملمح ده برضو لا يحدث إلا في مصر فده جزء صحيح. من صحيح. الإنجاز وهي فكرة إن كلنا بننصهر عشان بلدنا مش فكرة إنه أنا بخدم ديانتي إحنا بنخدم بلدنا بالزبط. ديانتي دي لما أخش الجامعة ولا لما أخش الكاتدرائية كل واحد يتعبد بالشكل اللي هو عاوزه بالزبط. لكن في النهاية أنا مكتوب جنسية مصري فأنا بخدم بلدي فاللمحة اللي إحنا شفناها على مدار الشهور اللي فاتت دي في البنا وانا متاكد كمان لما نيجي نفتتح المسجد هيبقى فيه انجاز بالشكل طبعا. طمنين المسجد اخباره ايه ولا ما كنتوش تبعه برضه في المراحل الاخيره تقريبا ماشيين معانا في نفس 60% برضه تقريبا يعني متوقع 60 يعني ماشيين برضه 60% يعني يعرف صلاه الجمعه الجايه ولا صعب لا 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 لسه شويه الشكل الكامل يعني برضه ظاهر زي كده شكل ظاهر جدا الشكل الخارجي ظاهر زي كده بالظبط فاضل بقى من جوه شويه تشطيبات وشويه في انشاءات لسه في المسجد لسه انشاءات كتير طبعا لان في هم تقريبا هناك 6 مآذن فلسه برضه فيها انشائيا لسه ما كملتش للاخر ما احنا برضه عندنا مأذنتين في منارتين في الكنيسه برضه لسه ما كملوش يعني احنا وصلنا مثلا 40 مناره في الكنيسه مظبوط فلسه برضه يعني لازم النقطه دي توصل للناس كمان في الكلام انه احنا مش بنعمل مسجد عادي ومش بنعمل كنيسه عاديه بالظبط احنا بنعمل كاتدرائيه طب ايه الفرق بين الكنيسه والكاتدرائيه الكنيسه بتبقى زي الفرق بين المسجد والجامع مسجد اصل انا مش عارف فرق الجامع يعني جامع الجامع الكبير الكاتدرائيه هي اللي فيها البابا اللي بتدير تبقى شبه المجمع وتدير اعمال زي الجامع يدير اعمال المساجد الصغيره اللي حواليه تمام الكاتدرائيه تدير اعمال الكنائس اللي حواليه دي فكره كويسه انه احنا في النهايه مش بنعمل مسجد مش بنعمل زاويه بالظبط لا ده احنا بنعمل جامع كبير مسجد كبير جدا انت بتقول 6 مآذن 6 مآذن وبنعمل كاتدرائيه مش بنعمل مجرد كنيسه صغيره بنعمل كاتدرائيه كبيره فيها مجمع وفيها المذبح وفيها كل الشغل الاداري كمان وفيها مقر البابا فيها مقر البابا وفيها كنيسه صغيره كمان في كنيسه صغيره اسمها كنيسه الشعب صغيره جوه دي لسه لا جنبيها جنب الكنيسه في نفس المبنى حضرتك هو مرحلتين المرحله الاولى اللي هو مبنى الكاتدرائيه اللي احنا ركزنا عليه المرحله الثانيه ان شاء الله اول ما نخلص المبنى ده هنخش في المبنى الثاني في يعني الجزء اللي احنا شفناه امبارح في الاحتفاليه وكان قداسه البابا ده كان ايه ده اول مبنى ده مبنى الكاتدرائيه دي مش كنيسه لا ده المبنى الرئيسي ده المبنى الرئيسي خديني على قد معلوماتي بس
ده مبنى الكاتدرائيه الرئيسي بالظبط. تمام. ده في غيره مقر البابوي في مقر بابوي ايوه برضو كبير جدا. تمام. في كنيسه للشعب دي هتبقى صغيره فيها حوالي 9000 مصلي. حلو. دي فيها الصلوات اليوميه 1000 مصلي وصغيره بالنسبه لل 7500 تمام بنتها الصغيره جدا بالظبط. وفي جراج متعدد طوابق في عملان سكيمنج هي فيها مسرح مفتوح فلسه مشروع كبير جدا يعني. والمسجد كذلك احنا بنتكلم على جامع كبير مش مجرد مسجد صغير للصلاه بالظبط. تقريبا نفس المسطح مش يزيد عن كده يعني. نفس المسطح 20 تقريبا هو 20 فدان برضه يعني احنا الكنيسه تقريبا 15 فدان فالمسجد 20 فدان برضه تقريبا نفس المساحه نفس المسطح يعني. فاحنا بنتكلم على عمل عملاق مش مجرد طبعاً. مسجد وكنيسه بنعمل على مجمع اكبر مسجد زي مجمع مساجد ومجمع كنائس بالظبط بالظبط. صعب قوي صعب قوي بس يعني على قد ما انا فرحان بالانجاز فرحان بان عندنا مصريين بالجهد ده وانا متهيالي انتوا مش هتتسابوا يعني هتريحوا 3 ايام وداخلين على حاجه تانية. احنا شغل الاربع شغل الاربع والله انا عارف ازاي 3 ايام بالظبط حد 2 3 شغل الاربع قالوا لنا ده كتير ده ليه كنت بس يوم زياده كده بعد العيد عشان ايه التعب اللي انتوا تعبتوه هو يوم معاكم لكن من الاربع هترجعوا المفرمه تاني تاخدوا نفسكم يوم. تسلم ايديكم بجد وانا بحييكم نيابه عن المصريين كلهم بقول لكم يعني احنا فخورين ان عندنا مهندسين متحدين ومنجزين زيكم كده شرفتوني ونورتوني وكل سنه حضراتكم طيبين ويا رب كلكم واسركم اهلكم ومصر كلها تبقى في خير وسعاده دايما. شكرا جزيلا شرف ليا انا. شكرا جزيلا بشكر حضراتكم مره ثانيه كل سنه وكل مصري بالف خير ويا رب اعياد الميلاد والاعياد الوطنيه والاعياد الاسلاميه والمسيحيه تمر علينا واحنا قلبنا على قلب بعض وايدينا في ايدين بعض وروحنا طول الوقت باصين لربنا وبنقول يا رب. اصبحوا على الف خير.